فاضل لي عملية واحدة، أنا خلصت كل العمليات إن شاء الله الرحمن يعني. ليه عملية الأبديت؟ أنا هاخد نفس اللي كنت عامله هنا، نفس كل الكلام، الجيت عايزها زي ما هي عشان برضو لما ترجع لي البيانات بتاعتي بتاعت الموظف عشان يشتغل لها في الابديت. البرنت خليها، الديليت دي ما عندناش ديليت، مش محتاجنا خالص. انا هنا محتاج حاجه اسمها ابديت، والابديت دي هتبقى شكلها مختلف خالص. فانا هقول له مثلا خلينا نرجع الفانكشن دي خليها ابديت. هتبعت الام ليه اي دي؟ تقول لا هبعت بقى كله، تجيب لي اي دي والنيم والجوب والسالري والهاير ديت، كل دول ممكن يختلف، صح كده؟ كل دول ممكن يختلف. وعندي بقى في الريكوست داتا الكوماند بتاعي بيقول مش ديليت، بيقول ابديت، مفيش فروم، ابديت الام بس كده. تقول لا ده عايز بقول ست الاي نيم بتساوي النيم اللي جاي، والجوب بيساوي الجوب، والسالري بيساوي السالري، وهذا دي بتساوي الهاير ديت، وان الام باي دي بيساوي الام. كنا شفنا الكلام ده مع البوست جي، وشفنا الكلام ده مع الماي سي، كنا شفنا الكلام ده مع كله شبيه يعني. طيب بس هنا بقى هبعت الباراميترز ديت كتير عندي يعني. يعني عايز اقول لك الست، ونبدا بقى الاي نيم بتساوي، قوم بقول له هبقى ابعت لك النيم الاي نيم صح؟ و صح ولا ايه؟ واقعد مش بقى ايه؟ واحده واحده كده. ممكن اعمل حركه ثانيه، بدل ما اعمل بالاسماء كده، بدل ما ابعت باسم البارامز او البارامترز كده او البارامترز، لا هعمل عندي ستيفانس وهوريك هبعت القيمه ازاي. بس المهم اقول له الوير ان لي نيم هبعت لك القيمه خلاص كوما، وبعد كده والجوب بيساوي هبعت لك برضه القيمه، سالري هبعت لك برضه القيمه، والاتش دي هبعت لك برضه القيمه، كله باستفهامات. انا ممكن انزلها بس ادوس انتر كده، اعمل سلاش تحت شمال، دوس انتر، كمل تحت. والسالري بتساوي هبعت لك قيمه، والهاير دي هبعت لك قيمه، وين الامبلي اي دي هبعت لك القيمه، وخلاص. يبقى كده الكوماند بتاعي بيحتوي على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس قيم هيتبعتوا للكوماند ده علشان يبقى ليه معنى. لازم أبعت له الخمس قيم دول، كمان لازم أبعت له الخمس قيم دول. وبالتالي في الحتة بتاعت البارامترز هنا دي لازم أبعت له القيم دي كلها. وخد بالكم الاسلوب ده مش هينفع، ان انا كنت بسميهم الام باي دي بيساوي الام باي دي والنيم بيساوي النيم. هنا غيرت الاسلوب صح؟ هنا غيرت الاسلوب بتاعي، وبالتالي مش هقدر ابعتهم بالمسميات لان مفيش اسماء اصلا، انا ما حددتش اسماء. هبعتهم هنا في شكل اري او في شكل ليست، او فتح كده القوس بتاعت الليست وابعتهم على الترتيب اللي فوق. يعني هنا بدانا بالاي نيم، يبقى لازم ابعت له الاي نيم الاول، ادي الاي نيم. طب بعد كده عندي جوب، بعت له بعد كده مين؟ الجوب. بعد كده بعت له ايه؟ السالري، ادي السالري. بعد كده بعت له اتش ديت، يبقى لازم اتش ديت. واخر حاجه بعت له الام باي دي، يبقى لازم ابعت له الاخر الام باي دي عشان الاري دي. تمام؟ الاري دي او الليست دي بالنسبه لي، الليست دي هتبدا تاخد بقى اول النيم من الليسته وتحطه في اول واحد، ده تاخد تحطه في ثاني واحد، ده ثالث واحد، ده رابع واحد، ده كده بالترتيب. ودي طبعا بتنفع معانا في الجمل اللي فيها بارامترز كتير، او البارامترز كتير، او الارجمنتس كتير. بالنسبه لنا دي اسهل في ان احنا نبعت كله بالترتيب وخلاص، اسهل لنا يعني. طيب الريسبونس هيبقى ريكوست دوت بوست على نفس الاند بوينت بتاعت الكوماند اس كيل. نفس الريكوست بقى احنا غيرناه ده فوق، تمام، والاوث زي ما هو، كل حاجه تمام بالنسبه لنا. لو 200 هقول له امبلي ابديتد سكسسفل، لو في ايرور هطلع الايرور وهقول له كان نوت ابديت از امبلي ناو وخلاص. دي كده بالنسبه لي ايه الابديت كاصل. فاضل لي بقى ان انا ارجع الابديت احط اللوجيك. فاللوجيك بتاع العرض يعني اللوجيك بتاع الابديت طبعا
كان دايما بيبقى فيه شويه شغل، لاني بعرض له البيانات القديمه واقول له اعمل مش عارف ايه، وده هتخلي القديم ولا الجديد، ويعني القصه اللي هي اللي احنا عملناها قبل كده كتير. نمشيها يعني مع بعض ان شاء الله بحيث نقفل الفكره دي. قلت له الام باي دي بتساوي انبوت انتر امبلي اي دي، ماشي. وبعدين هنعيد على الفانكشن بتاعتي اللي هي ريزلت، احنا كنا مسمينها ريزلت هنا المثال ده، انا هسميها ام معلش ام، بقول له جيت امبلي وبعت له الام اي دي اللي هو احنا اخدناه. طبعا ده بيرجع لي مجموعه من الامبليز، كان بيرجع لي ليست هقول له اوف زيرو، يعني عايز واحد بس اللي هو الدوكيمنت الواحد، لان طبعا الامبلي واحد هو مش غيره. طبعا خد بالك من حاجه برضو، لو رجعت لك جيت امب الامبلي هو كان بيبعت يا اما بيبعت نتيجه يا اما كان بيبعت فولس، يعني لازم برضه ممكن اتاكد ان هو مش فولس يعني الاول، يعني المفروض ان انا اتاكد ان هو مش فولس الاول. يعني انا قلت جيت امبلي ادي الام اهو، ومقال له اف ان الام لا يساوي فولس، لان لو فولس معناه ان اصلا مش موجود من اساسه، عشان تعمل له تعديل هو اصلا مش موجود. يعني لو او ممكن امشيها بالعكس اقول له لو هو بيساوي فولس برنت ليا ان الموظف مش موجود من اصله. خلصنا. إلس يبقى الراجل ده موجود بقى. تمام. موجود. عايزين نشتغل عليه. تمام؟ عايزين نشتغل عليه. احنا محتاجين نشتغل عليه ازاي؟ محتاجين ان احنا نجيب بياناته ونعرضها. نجيب بياناته ونعرضها. نقول بقى الام باي دي اللي هتعدل ان هي ما تعدل قد ايه تعدل. فبالنسبه لي كل اللي احنا كنا عاملينه الكلام الفارغ ده كله مش عايزين خالص. شيل إلس معناها ان في بيانات موظف، يبقى انا عايز اساله بقى عليها بحيث ان احنا نبدا ايه؟ نبدا نعدلها واحد واحد، نبدا نعدلها واحد واحد. اول حاجه ما تنساش ان الام دي دلوقتي مش ام دي امس، ما تنساش ان دي موظفين، موظفين مش موظف واحد. تمام؟ يعني لسه جاي لي اري، جاي لي ليست او اري، لازم اعمل فاريبل اسمه ام بيساوي الامس اوف زيرو، لان دي جايبه لي دوكيمنتس. فانا رجعتها دوكيمنت واحد لان انا عارف ان النتيجه بتاعتي راجعه بواحد. طيب وبعدين ابدا بقى اقول له الام اوف الام اندرسكور اي دي، دي مش هتتغير. هقول له دي قيمتها هي هي الام باي دي اللي كان بيسيرش على اليوزر، صح؟ الام اوف الاي نيم، تمام، اللي هو اسم الموظف ده هتيجي منين؟ هقول له بقى ده ممكن ناخده من اليوزر بقى عشان ممكن يعدله، هقول له انبوت وهقول له انتر امبلي نيم، بس مش بس، واجيب له الاسم القديم عشان لو هو عايز يشوفه او يفهم ايه اللي حصل يعني. وبالتالي انا هقول له هتروح على الام وهتجيب لي الاي نيم، تمام؟ عشان يطبع لك الاسم. وبعدين يقفل القوس ويحط كولون، يبقى ما بين القوسين ده، ما بين القوس ده وبين القوس ده هيطلع الايه؟ الام بنيم. طيب عمل انبوت، يعني دخل بيانات، هناخد البيانات منه. عايزين نعمل اور لو ما دخلش بيانات، يعني لو هو اليوزر ما كتبش بيانات، يبقى بالحاله دي عايزين ان احنا ايه؟ ناخد القديم. هقول له خلاص يبقى حط قيمه الام اللي هو الاي نيم على طول مباشره. تمام؟ ام اللي هو الاي نيم بتاعنا مباشره. ممكن اعمل كده. ايوه اعمل كمان تحت. طلع مسج قبل الكلام ده، نقول له برنت مثلا قبل ما عشان نفهمه، نقول له زي ما كنا بنعمل انترفيو ديتا او بيس كمسج بس مش ده كده بالنسبة للإيميل. نفس الأسلوب بقى هنشتغل على مين؟ على بعض، يعني بعد الإيميل جوب أقول له جوب، أقول له إنتر في جوب خلاص، وأجيب له كلمته الجوب أو الجوب القديمة لو ما دخلش حاجة. نفس الكلام السالري،
شديد غير ديت شديد كده الايه كده الاي دي الايميل الجوب سالري ماشي مظبوط خمسه خلاصه الام اوف دي كده بقت معايا كامله بقت معايا بقى كل البيانات الجديده او القديمه او مش عارف بقى او الكوليكشن ما بينهم انا بقى معايا البيانات الاخيره اللي انا اقدر ابعتها الوقت مين للابديت هو عايز الام اي دي منين الجوب السالري اتش دي كنت ممكن ابعتهم كاوبجكت واخلص اقول له ابديت وابعته الام او يعني كده هي اياها يعني مش مشكله هم قالوا خلاص ابعتهم لك زي ما هي موجوده هنا الاي دي منين كده هم قالوا ماشي واحنا بعد ما عملناها وعدلنا هنادي على خلاص هنادي على الابديت امبلوي مثل الاي دي الاي دي اهو الايميل ترتيب عنده ايه تاني الترتيب بتاع فوق جوب سالري هنا دي ادي اهو جوب سالري بعتناه كل البيانات فالابديت يعني بعد ما تخلص اما بتريتني ان هو يعني اتعمل اما ما اتعملش فالحالتين انا هبقى محتاج ان انا برنت النتيجه احطه بس فانكشن برنت عشان تطبع النتيجه اللي رجعت من هناك تمام بس انا على الابديت والنتيجه اللي رجعت طبعها تعال نجرب احنا معانا واحد بس نجربه اللي هو عملت ران طبعا ما عملتش حاجه ما لقيتش على اي فانكشن يعني دي كول ابديت امبلي وعندي الابديت وعندي البرنت بس ما قلناش وعندي البرنت ماشي قلت له انا هنادي على ايه كول ابديت امبلي اللي احنا عملناها الاخيره دي عشان دي اللي هترن لي وتقدر تسالني قلت له كده ران قال لي خلاص قول لي رقم الموظف قلت له 1111 رقم واحد مش موجود اصلا قال لي كده انت عندك مشكله انك بتحاول تاخد الانفا اوف زيرو وهي اصلا وهو اصلا مش موجود قلت له بس انت المفروض ما يطلعش الايرور ده المفروض ما كانش يطلع الايرور ده عشان دايما بحب لما اجي اشتغل اجرب كل الكيسز ما ركزش على النتيجه على طول مباشر فقلت له ماشي نروح نشوفها الامبس دي كانت في الابديت هنا بس انا كنت قايل لي ان الامبس بتساوي فولس كان المفروض يطلع لي في الانفست مفروض احنا كنا بنجينا على جيت امبلي تعال نشوف يعني جيت امبلي دي اشتغلت جيت امبلي دي اشتغلت المفروض كانت ريتيرن فولس طالما ان الموظف مش موجود طالما ان الموظف ايه مش موجود وهي اصلا ما طلعتش لما قلت له كده ما طلعتش النتيجه اصلا يعني ما طلعتش ايرور لان هي المفروض لو كانت وصلت هنا ريتيرن فولس كانت عملت ايه؟ كانت طبعت لي الايرور فدلوقتي امبلي اي دي لما قلت له دخلت لي امبلي اي دي هو نادى على جيت امبلي فجيت امبلي رجعت لي نتيجه طيب تعالى لي اطبع لي الامبس ديت كده خليني اشوفها بس معلش قلت له ادي اربع حاجات قال لي انا راجع على الريف يعني بس راجع على الريف فاضي صح لما رجع قال لي فاضي ما ينفعش قلت له خلاص يعني احنا برضو ده كلام سليم الاريف لو رجع فاضي ما تعتبرش ايرور ما تعتبرش فولس ما تعتبرش ايرور هقول له اف ان الامبس بتساوي فولس اور او الامبس طبعا عندنا فانكشن كان اسمها لين لو تفتكروا كانت بتشوف لي الليست فيها كام امبس
تمام، لو فولس اول او عدد العناصر زيرو، يبقى لو راجع كلمه فولس او الاري راجعه لي فاضيه مش ايرور، بس هي راجعه بيانات فاضيه. تمام، في الحالتين الاثنين ما تكزيست خالص، اي ايرور او البيانات جايه الاري جايه فاضيه. فقلت له ماشي تعالى نري ران 44. قال لي الموظف ده مش موجود، قلت له نجرب بقى لو موظف موجود. واحد 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 اثنين تمام. قال لي اول واحد دخل اسم موظف، قال لي هو كان اسمه محمد، عندنا محمد مين مثلا؟ محمد طه. قلت له ماشي محمد طه، ودوس الانتر. قال لي دخل، قلت له لا موبايل. عملت كده جمع تمام. ليه يا عمي؟ قال لي اصل انا وصلت السالري، فالسالري عندك انت بتكون كات سترينج وده فلوت. صح حقك حقك، احنا يعني فينا بنعمل السالري فين اهو، واحنا بنكون كات لازم اول طبعا نحوله لايه؟ سترينج عشان يعرف يكون كات. على فكره ده معناه برضه ان انا لازم الانبوت كله في الاخر يتحول معايا الفلوت، يعني انا لازم اقول له الاخر لازم اخد القيمه هذا فلوت مش هذا سترينج يعني كده، عشان يفهم ان هي مكتوبه غلط. فلوت رقم في كسر، عشان يفهم ان السالري اللي جاي لي برضه ايه كسر. تعال نجرب تاني، واحد 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 اتنين. قال لي محمد، قلت له محمد طه موبايل. مواصفات الخاص 20 ال اتش ليت هسيبه زي ما هو هيرليت مثلا. قال لي اوكي ديتا ابديت سكسسفول، تمام البيانات اتحدثت بشكل سليم. طيب تعال نجربها تاني واحنا نشوف البيانات اتحدثت بشكل سليم ولا لا. واحد 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 اثنين. قال لي اسمه محمد طه، صح اسمه محمد طه، غير بس خلي التي كابيتال بتاع طه. موبايل ديفلوبر مكتوبه غلط. السالري لازم هي تمام، اما جيت خليت السالري بقى اخد السالري القديمه. كويس كويس، قال لي ماشي انت ما عملتهاش من سترينج تو فلوت. قلت له صح. ازاي؟ ما احنا عملناها المره اللي فاتت، قلت لك احنا عملنا فلوت على الانبوت صح؟ طب اور احنا النهارده جربنا اور اللي هو ما دخلناش، احنا سيبنا القديم، فهو برضه القديم لازم يتحول لفلوت. قلت له القديم يتحول لفلوت اهو. يبقى كده لو كنت هاخده من اليوزر احوله لفلوت، كنت هاخده من البيانات القديمه احوله لفلوت عشان تبقى قيمته فلوت رقم فيه كسر. قلت له ماشي نجرب تاني، واحد 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 اتنين. طب انا عملت هو ينفع كده؟ احنا فاهمين طبعا الفكره يعني. بس كده. فلوت ان مش عارف ايه مش عارف ايه فاليو ايرور كان نوت كونفيرت سترينج تو فلوت عشان ما دخلش حاجه. عشان لما جالي فاضي، لما جيت فاضي يعني لما جيت القيمه هنا، القيمه هنا لما جت فاضي هو بالنسبه له ما قدرش يكونفرتها اصلا من الاصل الى فلوت. طيب انا عملت اي فلوت في الاخر يعني؟ يعني ظبط حالك يعني، جات لك من الانبوت انت هتكونفرتها لفلوت، اور جات لك من السريع هتكونفرتها لفلوت، لان لو عملت فلوت بس على الانبوت والراجل دخل انتر من غير حاجه، قال لك انا ازاي احول الفاضي الى فلوت. وعنده حق، ازاي احول حاجه فاضيه الى فلوت مع انك المفروض يحولها لزيرو، بس برضه منطق. قلت له ماشي كده مظبوط. شوف الاخر يعني ما تبقاش محولها، هو دي فيقول لي طب ما دي تحولها اليوزر دخل فاضي ضربت مني، لا في الاخر حولها لي يقول لي دي زي ما هو. قال لي انكريز ابديت سكسسفولي، يبقى كده احنا بنعدل تمام ومش عندنا اي مشكله كده، نكون خلصنا.